يا خبر ابيض يا دولة، ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري. نفسي في خلال الـ30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها، الاوضة اللي فوق السطح، ايجارها كام يلا؟ لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت لـ20 جنيه دلوقتي. وصلت لـ20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بـ60 جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بـ60 جنيه ودلوقتي وصلت لـ20 جنيه، ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة، لان انت غيري طبعا يعني. طب انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه يا ماما. هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يعني بصي اقول لك حاجه، بلاش انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبت. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما، ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني، عادي جدا. لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح، اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده، وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمه في الموضوع ده. اه طبعا، عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت اوضتك، ما حدش فينا ساب اوضته. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحقي عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتمرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. يا جد ايه في ايه؟ دي اوضه قعدوني فيها، حرام عليكوا، حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على صدري، حرام عليكوا، حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي، كابور ليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي كام دي يا عادل؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي، ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا، حرام عليكوا. ماشي يا جد، اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالنا اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت يا بت ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا بالحاج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي هو انا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عمري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي بنت مين؟ انا مبيرفت يا اخويا. مبيرفت؟ ومبيرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه مغلبهم قوي، والناس كلها تعبانة إلا أنت يا بقف. صح، مرتاح أنا فعلا يا جدي. وأنت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى، مش كده؟ لا يا رب يخليك، لا طبعا يا عمري، أنا طبعا ليا شقة هنا في العمارة، لأن العمارة دي كلها بتاعتنا. بس يعني وأنت طالعة بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا إيه؟ طبعا، أمال إيه يا عمري، أمال إيه، ده الجيران لبعضها، بس أنا دلوقتي بقى بنشر في البلكونة شقتي، لأني مش قادرة لا أطلع ولا أنزل، ركابي توجعاني أوي. طب ما دام ركبك تعباكي
تعالي لي ورا أدلكهم لك. تشكر يا أخويا، ألف شكر. بس أنت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار يبقى ألف كتر خيرك، اديني حبة وأنا أدلك بيهم رجلي. أوي أوي أجيبه، يا سلام. أنت بس تجيلي يوم كده وأنت لوحدك معكيش حد، أديك شوية زيت يلا. تعلم المنكار. هو قلت يا أخويا عايزني أجيلك ليه لوحدي؟ ايه القدسة العبيطة دي؟ مش فاهمة ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه؟ يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الأوضة شرحة وبرحة وزي الفل. أنا بقى هأجرها وآخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه؟ 200 جنيه؟ 200 جنيه؟ لا مش أقل من 400 جنيه. يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه. وانت مش عارف انت هسكت مين؟ مش اقل من 500 جنيه. يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع ياض؟ لا انت اللي هتدفع وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا على 200 طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنفذ، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار بيرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه؟ وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه مع ابو؟ يا قطعت، انا بلاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم اللي هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه؟ تعباكي؟ اه والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانة دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا، مع ان بابي هيبقى بعيد عني، لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. اه يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما ماما الحي في ايه؟ الحي ام مرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ اه دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. اه عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بين يا دغوف، انت الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشفت بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟